السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما تعودتوا دائما في موقعكم عرب جديد، دائما عندنا فيديوهات تثقيفية، فيديوهات جديدة عن أهم أجزاء السيارة. قبل فترة تكلمنا عن الإطارات، واليوم حبينا نتكلم عن البطاريات. السبب أنه في كثير شباب كانوا يسألوني عن بطاريات السيارات، شو فيها؟ شو فيها غير الأسد البطارية؟ فخطرنا الفكرة أن نسوي فيديو مميز عن بطاريات السيارات وكيف تصنع بطاريات السيارات، شو في جواها أصلا. ومثالنا إن شاء الله راح يكون مع AC ديلكو. أستاذ محمد، شو هي AC ديلكو؟ AC ديلكو هي علامة تجارية أمريكية لتصنيع قطع غيار السيارات. هي تابعة لشركة جنرال موتورز. تاريخ كبير للعلامة التجارية، 100 سنة. السنة إن شاء الله راح يحتفل بالمئوية تبعت العلامة التجارية. إن شاء الله تاريخ نفتخر فيه كشركة، ونتطلع لاستمرار نجاح هاي العلامة التجارية بال100 سنة الجاية إن شاء الله، بالتكنولوجيا وبالمنتجات الجديدة اللي راح نكون بتقديمها للسوق إن شاء الله. ما شاء الله. طيب، نسالك كل قطع السيارات وكل قطع الغيار الموجودة لأس ديلكو، خلينا نركز على قطعة ضرورية كثير في عالم السيارات، ألا وهي بطارية السيارة. ليش أشتري بطارية AC ديلكو ما أشتري أي بطارية من منتج آخر والنوع آخر؟ تمام. بدي أرجع شوي بالتاريخ لل98. طيب، في منطقة الشرق الأوسط البطاريات اللي كانوا ينباعوا هي بطارية اللي كانوا يحكوا لها المفتوحة، اللي هي بتقدر تفتحها وتزيد عليها الأسيل. قمنا بتصنيع بطارية بال98 اللي هي بحكوا لها السيلت، اللي هي لا تحتاج إلى صيانة. طيب أستاذ محمد، كحجم مبيعات في المنطقة مقارنة بما قبل الـ98 وما بعد الـ98، خبرنا شوية معلومات عنها. راح أعطيك رقم إحنا نفتخر فيه دائما في أي اجتماع بنعمله لـ AC ديلكو، سواء كان على مستوى محلي أو إقليمي أو عالمي. إحنا بنبيع بالسنة 3.3 مليون بطارية. ما شاء الله. طب كيف المصنع يعني بأمريكا بلحق هالمنتجات للمنطقة؟ عن المنطقة أنت بتحكي وين؟ عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالضبط. طب كيف المصنع بلحق كل هالكمية؟ مصنع وين سألتني؟ في أمريكا. المصنع مش بأمريكا، المصنع اللي إحنا فخورين بتصنيع البطارية فيه بالسعودية بالدمام. مصنع للعالم بيصنع؟ بالضبط. ما شاء الله. في الدمام؟ في الدمام بالسعودية. وإلى السعودية توجه كريم مع فريق عرب جي تي هذه المرة عزيزي المشاهد، للإطلاع عن قرب على هذا المصنع المتطور الذي يعد سبقا في منطقتنا العربية، والذي نفخر بأنه ترك بصمة عربية في عالم صناعة السيارات. وصلنا الحمد لله بخير وسلامة إلى الدمام، وما شاء الله الأجواء ماطرة. وراي الآن أنا مصنع ميبكو، اللي هو شركة الشرق الأوسط للبطاريات، ميدل إيست باتري كومباني، اللي يعتبر أكبر مصنع للبطاريات في المنطقة. عمركم شفتوا كيف يتم تصنيع بطارية السيارة؟ تعالوا نشوف مع بعض. مصنع الشرق الأوسط للبطاريات أو ميبكو هو عبارة عن مشروع مشترك بين شركة جونسون كنترولز الدولية التي تمتلك 49% من أسهم الشركة، وبين عدد من أبرز المستثمرين السعوديين الذين يمتلكون 51% من الأسهم. وتشتهر بطاريات AC ديلكو بجودتها العالية وكفاءتها، ومع مر السنين أصبح اسم هذه البطارية رديفاً للجودة والابتكارات التكنولوجية، ما رسخ من موقع الشركة بين المنافسين العالميين ومنحها الريادة في هذا القطاع في منطقتنا. في بداية الزيارة كان لنا شرف اللقاء بسعادة المهندس خالد الزامل، رئيس مجموعة الزامل ومؤسس ميبكو، والذي استضافنا في مكتبه قبل أن تبدأ جولتنا في المصنع. بداية، لماذا اخترتم ماركة AC ديلكو عن غيرها من الماركات ليكون مصنع ميبكو منتجا لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. AC ديلكو كاسم وشهرة عالمية، فمنطقي أو لا أن نكون روحنا نحاول نتعاون مع الماركة الأولى في المنطقة، ومن هذا السبب جينا AC ديلكو كماركة عالمية. طب ما مدى إمكانية توسع مصنع ميبكو في المنطقة أكثر؟ والله يعني الحمد لله، حنا من ما بدأنا في سنة 1995 بالتعاون بين شركاء سعوديين اللي هم مجموعة الزامل، مجموعة المطلق، وشركة الجميع، وشركة العيسى،
عندنا الشركة السعودية لخدمات السيارات، شريكنا الأجنبي شركة جنرال موتورز في بداية الأمر في ذاك الوقت. بدأنا الإنشاءات حوالي في سنة 97، في نهاية 97 والحمد لله يعني بدأنا الإنتاج التجريبي، وفي يناير 98 بدأنا الإنتاج التجاري الحمد لله، يعني خلال سنة من سنة الإنشاء. وكان الإنتاج في الأول حوالي 500,000 بطارية في السنة الواحدة، السنة الواحدة، والحمد لله اليوم وصلنا إلى 5,000,000 بطارية في السنة الواحدة ما شاء الله كطاقة. والإنتاج يمكن أقل بشوي في حدود 4,3,8,000 بطارية ما شاء الله. يعني تجد من هال يعني القفزة الكبيرة الحمد لله أن احنا قاعدين نتوسع كل سنة في السوق وفي الإنتاج ما شاء الله، وفي الطاقة، وفي أيضا الخدمات نقدمها للمنطقة. تشتمل عمليات تصنيع البطاريات على عدد من الخطوات قبل أن تكون البطارية جاهزة للاستخدام في سيارتك عزيز المشاهد، وسنشاهد معا في هذا الفيديو مراحل صنع بطارية السيارة بالتفصيل من المواد الخام وحتى المنتج النهائي، حيث سيرافقنا المهندس عبد الله الزامل من قسم التطوير المستمر في ميبكو في أرجاء المصنع ليوضح لنا الخطوات في كل واحدة من مراحل تصنيع البطارية. لإنتاج البطارية تمر البطارية في 7 مراحل. الآن نبدأ معكم على المرحلة الأولى اللي هي إذابة المواد الخام مع بعضها من موجب وسالب لدرجة الحرارة تصل إلى 780 فهرنهايت أو ما يعادل 450 سلسيوس. المواد الخام هي عبارة عن رصاص وتن وكالسيوم، تصل النقاوة بها إلى 99.98%. الخطوة الأولى هي خلط المعادن والمواد الأساسية، وللتأكد من جودة المحلول ومطابقته للمواصفات المطلوبة يتم أخذ عينة من الخليط المصهور للفحص، وبعد التأكد من مطابقة المحلول للمواصفات تبدأ عملية تشكيل المعادن المخلوطة وتحويلها إلى سبائك، وذلك بصب الصهارة في قوالب خاصة للوصول إلى الشكل المطلوب. في البداية تخرج السبائك بسمك كبير يبلغ 2 إنش، ويقوم العمال بفك السبيكة واحدة تلو الأخرى من آلة تصنيع السبائك بشكلها الأولي. ثم تمر السبيكة بعدة مراحل من الضغط لتصل تدريجيا إلى السماكة المطلوبة، والتي تختلف بحسب نوع البطارية المراد تصنيعها. وخلال هذه المرحلة يتم تبريد السبائك بالماء لتخفيض الحرارة الناتجة عن الضغط، وبعد 7 مراحل من الضغط والتبريد تتحول السبيكة الضخمة إلى شريط نحيف، ويتم نقله عبر عجلات قبل أن يتم لف الشريط المعدني في لفائف ضخمة أو ما يعرف بالحزام كويل. في شيء اسمه كواليتي تشيك، هتشوفوا أنتم كيف بيتم فحص الكويل أو الحزام ليتأكدوا من دقة التصنيع اللي فيه. هتشوفوا أنتم بالصور كل ما زادت مدة الوقت حتى ينقطع أو تنقطع القطعة نفسها، أنت هون بيكون عندك كواليتي أعلى. في عندك حد أدنى وفي عندك حد أعلى، إذا قلت مدة الانقطاع عن الحد الأدنى بعدها في مشكلة، فممكن يعيدوا تهيئة القطع نفسها لتوصل للحد المطلوب، وإذا كانت أعلى من الحد الأعلى ما أعتقد تصير هاي راح يكون علينا losing money، كنت تصروا مصاري. لا هذه مهمة جدا. وتترك هذه الأحزمة لتتفاعل مع الهواء الطلق لمدة 24 ساعة، ويكتب على كل حزام المعلومات التي تهم المصنعين في المرحلة التالية، وهي الوقت والتاريخ والسماكة وموجب أو سالب والرقم التسلسلي. الخطوة الثانية هي تحويل الحزام إلى صفائح تحتوي على عجينة خاصة إما موجبة أو سالبة. يتم في هذه المرحلة تفكيك الحزام أو الكويل وسحب الشريط المعدني وتقطيعه إلى صفائح صغيرة. في البداية تقوم آلات خاصة بسحب الحزام،
ثم يتم إدخال الحزام في آلات للقص تقوم بقص الشريط المعدني للحصول على المقاس المطلوب، وتحفظ هذه الزوائد لإعادة التكرير والاستفادة منها. وتقوم بعدها آلات خاصة بصقل الشريط المعدني لتنظيفه من الشوائب. وهنا تبدأ مرحلة تشكيل الشريط المعدني، ويدخل الحزام في آلة ضغط لتشكيل النقش المطلوب بحسب نوع البطارية، ويتحول الشريط المعدني في هذه المرحلة إلى ما يشبه الشبكة المعدني مع شريط رفيع في المنتصف. ويتم إضافة حماية للصفائح على الأطراف من البلاستيك المقوى المقاوم للأسيد، بالإضافة إلى طبقة من الورق المقاوم للأسيد أيضا أسفل الصفائح. وبعد تغطية الحزام بالورق والبلاستيك يتم إضافة الخلطة الكيميائية الخاصة بنوع البطارية، ثم توضع طبقة أخرى من الورق في الأعلى، وذلك للاحتفاظ بهذه الخلطة الكيميائية ومنعها من التسرب. وهكذا يصبح الشريط المعدني جاهزاً للتغطية إلى صفائح صغيرة، ثم تدخل الصفائح في فرن تصل حرارته إلى 360 درجة فهرنهايت لتثبيت المكونات مع بعضها، وبعدها يتم ترتيب الصفائح الناضجة بشكل يدوي في مجموعات. الخطوة الثالثة هي عبارة عن غرف يتم وضع فيها الصفائح لمدة 3 أيام متحاكية الظروف المناخية التي قد تمر على البطارية. وخلال جولتنا في المصنع كان لنا لقاء مع الأستاذ طلال الزامل المدير العام لشركة ميبكو، والذي قدم لنا المزيد من التفاصيل حول تأسيس الشركة ودورها في رعاية المجتمع المحلي. أحد الركائز المهمة جدا في الصناعة أن التركيز على الشباب السعودي وتأهيلهم وتطويرهم، وهذا هو أساس الصناعة. الصناعة فكر وليست مهنة، هي فكر، لأنه فيه توطين كبير للتكنولوجيا، فيه تطوير وتأهيل للشباب السعودي، والتركيز على الشباب السعوديين أساسي ومهم. على سبيل المثال، شركة الشرق الأوسط البطاريات فيها 500 موظف، حوالي 180 أو 185 في تجاوز 35% منهم سعوديين، وسعوديين على جميع المستويات، يعني من الإنتاج وشباب مؤهلين بشهادات ثانوية صناعية أو كلية تقنية، وزائد مهندسين. عندنا طاقم من المهندسين كبير جداً، في حدود 16 مهندس سعودي. لكن الأساسي في الموضوع هو ليس فقط توظيف الشباب، المهم هو توفير البيئة الصحية لهم في العمل، في التطور، في التطوير، في الإبداع. والآن بعد مضي 3 أيام على الصفائح، الآن الخطوة الرابعة وهي تجميع الصفائح داخل علب بلاستيكية، ويبدأ شكل البطارية بالظهور كهذه البطارية. المرحلة الرابعة هي مرحلة التجميع، حيث يتم في هذه المرحلة توزيع الصفائح إلى موجبة وسالبة قبل ترتيبها في البطارية، ويتم تغطية الصفائح السالبة بورق عازل لمنع التلامس بين القطب الموجب والسالب. ثم تشكل مجموعات من الصفائح الموجبة والسالبة يختلف عددها وفقاً لنوع البطارية، ثم تقوم الآلات بحمل هذه المجموعات وتضعها في صندوق البطارية البلاستيكي. ولكن وقبل التركيب يتم تجهيز الصناديق البلاستيكية للبطاريات، حيث تتمتع هذه الصناديق بجودة عالية ومقاومة للحرارة والأسيد. وعند إدخال الصناديق البلاستيكية إلى خط الإنتاج يتم تثقيب الحواجز الداخلية فيها بآلات خاصة. تمر البطاريات عبر أجهزة فاحصة للتأكد من عدد الصفائح المناسب ومن عدم وجود تماس بين الصفائح، وترفض المجموعة الناقصة من ناحية عدد الصفائح أو حتى نقص ورقة عازلة.
وبعدها يتم تلحيم مجموعات الرصاص باستخدام آلات خاصة تعمل على الربط بين الأقطاب لتشكيل دارة كهربائية. وبعد عملية التلحيم يتم وضع الغطاء الخاص بكل بطارية يدوياً قبل أن تدخل البطاريات إلى آلة خاصة تعمل على إحكام إغلاق البطارية بالحرارة. وبعدها يتم قص أصابع البطارية بالليزر وجعلها متساوية، كما يتم تركيب جهاز قياس عمر البطارية أو ما يعرف بالعدسة، ثم يتم فحص البطاريات بضغطها بالهواء للتأكد من عدم وجود أي تسريب، ويتم استبعاد البطاريات التي لا تجتاز هذا الاختبار. إيسيدلكو هي علامة تجارية رائدة في مجال قطع الغيار وخصوصاً البطاريات، فخلال 15 سنة الماضية استطعنا بحمد الله من الوصول لحصة سوقية تبلغ 40% في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، مع نمو مميز في جمهورية مصر وفي الأردن، وكذلك نملك خطط توسعة طموحة في القارة الأفريقية مستقبلاً إن شاء الله. أحد الأمور المميزة للعمل في ميبكو بالذات في قسم التسويق هو التعامل بشكل يومي مع جنرال موتورز المالك العلامة التجارية لإيسيدلكو وأعرق شركة في مجال السيارات، وكذلك نتعامل بشكل مباشر مع جونسون كنترول أكبر شركة بطاريات في العالم والشركة التقني لميبكو. وأعتقد أن هذه أبرز النواحي الإيجابية للاستثمار الأجنبي في المملكة، فنقل الخبرات لا يعني فقط بناء مصانع بل يعني أيضا تقديم التدريب التقني والإداري لأبناء البلد، وأعتقد أن نقدم مثال ناجح وحي لهذه التجربة في المملكة العربية السعودية. فمثلا مدير خدمة العملاء والجودة والتصنيع ومشتريات ومحدثكم مدير التسويق، كلنا بدأنا عملنا كخريجين جدد في ميبكو وتدرجنا إلى أن وصلنا إلى مناصبنا الحالية والحمد لله. بعد المرحلة الرابعة وهي مرحلة تجميع ننتقل الآن للمرحلة الخامسة وهي الشحن الكهربائي في أحواض مائية خاصة. يتم في بداية هذه المرحلة ملء البطارية بالأسيد والتأكد من مستوى الأسيد في كل بطارية، ثم تنتقل البطاريات عبر رافعات مخصصة وتوضع في أحواض مائية كبيرة لتبدأ عملية الشحن والتي تستغرق من 6.5 ساعات إلى 8 ساعات بحسب نوع البطارية. ويقوم فريق من الفنيين المتخصصين بتوصيل البطاريات يدوياً باستخدام أسلاك الشحن، وتكون درجة حرارة الماء مراقبة للحفاظ على الجودة ومنع البطاريات من التلف. وصلنا الآن للمرحلة السادسة وهي المرحلة التي نتأكد فيها من جودة البطارية وكفاءتها وتجهيزها للخروج من المصنع. وفي بداية هذه المرحلة تمر البطاريات عبر جهاز لقياس قوة الكهرباء، ثم تفرغ البطارية من الأسيد وذلك لأنه فقد بعضا من نقواته أثناء عملية الشحن، وبعدها تعبأ البطاريات مرة أخرى بالأسيد وتفرغ للتنظيف، ثم تعبأ للمرة الأخيرة بالأسيد. ويتم قياس نسبة الأسيد عبر أجهزة خاصة تعمل على إفراغ الكمية الزائدة أو زيادة الكميات الناقصة. وفي النهاية يقوم العمال بتركيب غطاء علوي للبطارية يتم تثبيته بالحرارة بواسطة آلات خاصة. وتنتقل البطاريات إلى جهاز الفحص الهوائي لضمان عدم وجود أي تسريب، ثم تدخل البطاريات في جهاز خاص لغسيلها بالماء، ومن ثم يتم تجفيفها في نفق هوائي. أثبتت السنوات الماضية بأن بطارية إيسيدلكو المصنع من قبل شركة الشرق الأوسط للبطاريات في الدمام هي منتج جدير بالثقة لدى العملاء، وذلك لاجتيازها جميع اختبارات الفعالية والاستدامة بنجاح، بالإضافة إلى ملائمتها الظروف البيئية القاسية لدول الخليج العربي، وهذا ما جعلها البطارية الأولى في العالم العربي. تتويجاً لذلك كان حصول الشركة على شهادات متعددة للجودة منها أساس 18001 الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، ISO 14001 الخاصة بحماية البيئة، ISO 9001 الخاصة بإدارة الجودة. كما تفخر شركة الشرق الأوسط للبطاريات المصنع الحصري لبطاريات إيسيدلكو في الشرق الأوسط بأن 98% من مدخلات الإنتاج تصنع محلياً مثل مادة الرصاص، البلاستيك وحمض الكبريتيك. أما القفزة الكبيرة التي حدثت أخيراً في مجال التصدير فهي وصول البطارية التي تحمل ختم صنع في المملكة العربية السعودية إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا
والصين. وبعد مرحلة التجفيف يعاد فحص قوة الكهرباء باستخدام أجهزة خاصة يستخدمها فنيون وخبراء. وأخيرا يتم وضع الملصقات التي تحمل العلامة التجارية على البطاريات من الأعلى وعلى جانب البطارية، كما يتم نقش رقم مرجعي جديد خاص بالمصنع أيضا لضمان الجودة والرجوع له عند اللزوم. وتوضع البطاريات مع بطاقات الضمان في الصناديق الكرتونية. وفي النهاية تجمع البطاريات في حزم كبيرة تمهيدا لتغليفها وتصديرها إلى الأسواق الأجنبية أو طرحها في السوق السعودي. ويتم إجراء فحص عشوائي لعدد من البطاريات قبل التغليف مرة أخرى لضمان الجودة. أما الآن وصلنا للمرحلة السابعة والأخيرة، وهي إرسال البطارية لك أينما كنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. عبد الله يعطيك العافية. الله ما قصرت. جماعة الخير، السلام عليكم. السلام عليكم. طبعا الشرق الأوسط البطاريات هي أكبر مصنع بطاريات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا يعني يعطينا مسؤولية، لكن في نفس الوقت يعني يعطينا برضو فخر لما نعمله. الشركة تصدر ما يتجاوز 50% من إنتاجها ولله الحمد. نصدر إلى دول الخليج، نصدر إلى الدول العربية الأخرى ودول شمال أفريقيا. كذلك عندنا في مجالات محددة وفي قدرات متميزة ولله الحمد، عندنا كميات نصدرها إلى الصين في حدود 10% من إنتاج المصنع يصدر إلى الصين، نصدر كذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا من الميزات اللي أعطتنا الاعتماد على النفس، أحيانا يخلق القدرة الكبيرة. هذا يعني توفيق الله، وإحنا دائما يعني نتطلع للمزيد وللنمو، وإن شاء الله يعني نقدم مطلوب من عندنا، وفي نفس الوقت نكون يعني كشركة صناعية موديل لهذا المجال من الصناعة وهذا المجال من الإنتاج إن شاء الله تعالى.